وأخيراً بقينا لحالنا يا إليف. رح ورجيكي شو رح يصير لما تحاولي تسرقي خطيبي مني. ما رح أرحمك بنو. ما في شي هون بيتاكل. ها. إن شاء الله مدة الصلاحية ما تكون خالصة. كلي لشوف كلي. كلي يا حبيبة قلبي. هاي رح تكون آخر وجبة لإلك. أول يوم شفنا بعض فيه أول لقاء بيناتنا، في ريحة بنزين كأنه Thank you.
عم صدق. هالصورة بجامع السلطان أيوب. للأسف ما قدرنا نعرف شيء من رفقات البنت، يعني هن ما بيعرفوا مين اللي هرب إليف. اختي رنا اللي هربت البنت. المدام رنا؟ بس هي ما قبلت تقلي وين خبتها، بس على أكيد رح تقلي وين عن قريب. ما قلتلك؟ وين مخبية البنت؟ سيدي إجا واحد لينقذ المدام رنا. رنا رنا رنا، بترجاكي اصحي. مين هالزلمة؟ كيف يعني ما معه هوية تدل على شخصيته؟ كيف يعني أنا ليش حاطك هنيك؟ اسم الرجال رشاد ديمير. رشاد ديمير؟ رنا الو سهام، انا صرت بالمشفى، وينك؟ عن جد اجيت؟ لما تاخرت كثير انا مليت لحالي، بعدين طلبت تاكسي ورحت. طالما ما رح تستنيني ليش قلتي لي تعال؟ ما قلت لك جاي لعندك؟ جبتيني لهون على الفاضي. عن جد انا اسفه حبيبي، بترجاك لا تواخذني، والله ما كان قصدي ازعجك بهالوقت. يلا بخاطرك يا قلبي. Thank you.
لا تشغل بالك أبداً. لبين ما تجي رح دير بالي على البيبي، وكمان رح دير بالي على أليف منيح. رشاد ديمير، أنت متذكر هالاسم أو سمعانه بشي مكان؟ لا بنوب، بحياتي ما سمعت بهالاسم. بس طالما هالزلمة اللي حقق للمدام رنا، معناها هو بيعرف شي. يا نزار، بتروح على المستودع فورا، خلينا نعرف مين هذا رشاد ديمير وشو قصته. حاضر، تحت أمرك سيدي. يعني كان ناقصنا مصيبة جديدة كمان. ألو. نعم. ألو عزيز، أنا إبراهيم، أنا ورانا بمستودع هلأ. مستودع شو؟ ما فهمت، أنت وين بالضبط؟ مستودع فيه برادات حفظ بكرتان، في كتير برد هون. رنا نامت وما عم قدر صحيها. ألو ألو، أنا ما عم أسمع الصوت منيح. ألو ألو ألو، رنا رنا، بترجاكي اصحي. إذا الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق. دخيلك يا ربي. التفجير الإرهابي الذي حدث ظهر هذا اليوم في جامعة اسطنبول المركزية أدى إلى وفاة الأستاذ جلال أوغون، لأن القنبلة كانت موضوعة في سيارته. أثناء التحقيق في الجريمة توجهت كل الشكوك نحو الطالبة أليف كورال التي طردت قبل شهر بسبب عدم التزامها بقوانين الجامعة، وهي طالبة سنة أولى في كلية الطب. ما زال البحث مستمراً عن إليف كورال التي هربت على الفور بعد تفجير السيارة، وسيوارى جثمان الأستاذ جلال إيغور الثرى في مقبرة كراجة أحم بعد ظهر يوم الغد. الرحمة لروحه والصبر لأهله ولذويه. هشام، عرفت العنوان؟ اسمع، بالمنطقة اللي قلت لي عليها في 3 مستودعات للتبريد، ما فيني دور فيهم كلياتهم، ما عندي وقت. طيب معناتها أنت روح على أقرب واحد ونحن مندور بالبقية. ما بيصير، ما لازم الشرطة تعرف بجاية إبراهيم، منشان هيك لازم تروح لحالك. تمام، بس شو بدي أقلك؟ ماشي، ببعت لك رسالة بعنوان المستودع يلي بكون فيه. ماشي، بس لا تتأخر. رنا رنا، بترجاكي خليكي قوية واصحي، لا تستسلمي فورا، نحن رح نطلع من هون. عزيز رح يلاقينا. يلا يا رنا، بعدين رح نلاقي بنتنا. بترجاكي تحملي شوي. يلا اصحي، بترجاكي كوني قوية. يا رب دخيلك ساعدنا بهي المحنة، لا تتخلى عنا يا رب. ليش ما عم تفهمي؟ أنا مشغول بالي عليكي، حابب أعرف بكل خطوة عم تخطيها، حتى لو افترقنا رح تبقي بتهميني ورح ضل عم راقبك بعيوني. منشان هيك لا تطلبي مني اتخلى عنك.
نحن ما لازم نستسلم يا رنا. بعرف انك عم تسمعيني، يلا فيقي. رنا انا بحبك كتير، وكمان بحب بنتنا إليف اللي انحرمنا منها. انتو التنتين كل شي عندي بهالدنيا، كل شي. إذا كنتي عم تقري هذا الكلام معناها لسه في عنا أمل إنه نجتمع مع بعض ونعيش سوا أم وبنتها. يمكن أنتي ما تقبلي تسامحيني، بس حاولي إنك تتفهميني. مشان هيك أنا رح أحكي لك كل شي من البداية. بدي بلش بالحكاية تبعنا من أول يوم حملت فيكي. بعرف إني جرحتك كتير وبكيتي بسببي، وصعب كتير إنك تسامحيني. أنا بعرف هالشي، بس لو تعرفي الحقيقة وتحاولي تفهميني وقتها بتعرفي إنه أنا عملت كل هذا الشي من شانك. اليوم اللي عرفت فيه إني حامل فيكي، أبوكي من دون ما يوضح لي أي شي طلب مني إنه ننفصل عن بعض. لو إنه ما انفصلنا بهداك اليوم كنت رح أخسرك نهائياً. منشان هيك أنا رحت وتركتك، مع إني بعرف منيح إنك رح تكرهيني كتير إذا رحت. تفرجت عليه وهو رايح من دون ما أحكي، وحتى ما قدرت أبداً قل له إنه أنا حامل ورح يجينا بيبي عن قريب، بس ضليت ساكتة. كنت مجروحة ومعصبة ومتوترة. ساعتها فكرت حالي إذا بسكت بنتقم منه، بس تاريني انتقمت وظلمتك لإلك أنتي. صدقيني هداك اليوم لو كنت بعرف إنك حامل بنتنا مستحيل كنت أتركك شو ما صار. أنت ليش ما خبرتيني؟ ليش ما وقفتي قدامي وقلتي لي يا إبراهيم لا تروح، أنا حامل بنتك ببطني؟ ها؟ ليش ما وقفتي بوشي ومنعتيني يا رنا؟ ليش؟ ليش؟ ها؟ ليش؟ ليش؟ ها؟ وعم قول لحالي لو اني حكيت لأبوكي عنك يوما شو كان رح يصير. يمكن ما كان راح، ويمكن كنا رجعنا عائلة وحدة، ويمكن ما كنت اضطريت اليوم اكتب هذا الكلام اللي عم تقري، وحتى ما كنت حاولت اني خليك تسامحي. بس بعرف شغلة وحدة، يا ريتني حاربت وناضلت مشانك أكتر. انتي عملتي كل اللي بتقدري عليه رنا، انتي حميتينا بنتنا وحافظتي على علاقة حبنا، بس انا المذنب والغلطان. هلا كنت الجبان والضعيف، درتلك ظهري وتركتك ورحت، وهلا انا ما بطلب من ربي غير شغلة واحدة، يلي هي بس انه يعطينا فرصة تانية، اخر فرصة لرجع كل شيء. رنا أنا بحبك كتير يا رنا، رح ضل حبك لآخر نفس بحياتي. رنا رنا ما تخليت عنك بحياتي يا بنتي، بس لازم تعرفي إني رح ضل حبك لآخر نفس عم بتنفسه. أمك حسره كل
ليش نطرتينا كتير يا بنتي؟ خليتينا نشتاق لك كتير. تعال خليني ضمك منشان ادفى واشبع منك قربي يا عمري انا. الله يخلي لي اياك يا بنتي وما يحرمني منك يا عمري انا يا روحي. انت بنتي حبيبتي بنتي إليف. Kızım desen sarsan yaralarımı Üşüyorum örtsen ayıplarımı Bek yallah Şali, Şali! Lek hala vakit tıkhrabi من وين بدي لاقي قداحة بهالغابة وشعل البيت؟ وصلت لنهاية طريقك يا أليف خانم.
ارفع ايديك، اسحق تعمل اي تصرف غبي ولا انت يلي عم تتصرف بغباء، يلي جوا بتكون اخت الضابط قدرات. عم ابراهيم، عم ابراهيم، عم ابراهيم، بترجاك تصحى. عم ابراهيم، عم ابراهيم، بترجاك يلا في. عزيز، هاي سيارة عزيز. مدام رنا، مدام رنا، مدام رنا، اسمعيني. عم إبراهيم اصحى. عزيز هذا انت؟ ألف الحمد لله، انت منيح؟ خود رنا، وضعها خطير كتير. طيب مدام رنا، شو عم تعمل هون؟ بدي اخذ المدام رنا على المشفى. تركها، ما راح تاخذها من هون. بابا مالك شايف المخلوعة عم تموت؟ انت بتعرف قدرة كراي اذا شافنا هون شو راح يساوي فينا؟ عزيز، يلا قلي لشوف انت شو مشكلتك؟ يعني انت بدك تحرق حالك وتحرقني وتحرق امك؟ بس بدي حقق العدالة والقانون، ليش على طول بتوقف بوشي؟ ليش ما بتوقف جنبي وبتساعدني؟ أنا بعرف إنك اتفقت مع المدام رنا وهربتوها لإليف. بالله عن جد؟ أصبح أنت معناتها بتعرف إنه رح نضل مخبينا لإليف لتظهر براءتها كمان. ما أنك شايف من وقت ما دخلت إليف على حياتك والمصايب عم تلاحقك وين ما عم تروح؟ ولك هاي البنت رح تدمر عيلتنا، وبسبب هالبنت رح يقلعوك من الجيش ورح تخسر كل شيء، ويمكن تخسر روحك كمان. مستاهلة تعمل هالشيء مشانها؟ إيه مستاهلة، وحتى أنا مستعد موت من شاني. عزيز، الرجال كان في واحد هون. لا تواخذني، تركتك بس كان لازم أخذها بسرعة. يلا سوق سوق، لا توقف بسرعة. وأنا لو كنت مكانك لكنت عملت نفس الشيء وكنت أخذتها لرنا. كيف وضعها؟ والله ما بعرف. ناخذها على المستشفى؟ إذا رحنا على المستشفى شو بدنا نقول لهم؟ كيف بدنا نفهمهم شو اللي صار معها؟ أحسن شيء ناخذها على البيت. تمام. انت شفت يلي تهجم عليك؟ لا سيدي، لانه ضربني من ورا ظهري. اصبح ما معنا غير الهويه تبع هداك الزلمه، اعطيني اياها. شو صار؟ كنت حاططها هون بس الظاهر اخذها. شو عم تعمل؟ بدي اتصل بالضابط قدرات. ما في لزوم، بعدين بتصل فيه وبعطيه المعلومات، ما في داعي تزعجه بهذا الوقت. أمرك سيدي. يلا خلينا نروح.
عم إبراهيم. خلصيني، أكيد عزيز عم يتصل لهون، لازم استعجل. يلا إليف وينك؟ ردي على التليفون. عم إبراهيم، ما عم بقدر أوصل لإليف، الأحسن إني روح لعنده. عزيز روح، لا تترك إليف لحالة، أنا ببقى هون بدير بالي على رنا. طيب خاطرك، إذا صار شيء خبرني. بدي تقرير بكل واحد بفوت على هالبيت. أمرك سيدي. فتحهم لعيونك منيح. لا تشغل بالك سيدي. طولي بالك، قربت نهايتك يا حبيبتي. يلا إليف وينك؟ انتي بترجاكي ردي على التليفون. يلا يا ابن العائل، يلا خدني لعند هذيك البنت. يلا بتعرفي انا رقيقة كتير وما فيني احملك، حياتي ما شلت مثل هيك وزن. لك أنا كيف برد على سهام وبترك إليف لحالة؟ إذا بيصر لشي ما راح سامح حالي أبدا. من حقي ارتاح شوي بعد هالتعب، مو هيك؟ ما رح اسمح لك يا ابني تحرق لنا حياتنا وعيلتنا مشان هديك البنت، ما رح اسمح لك. بالحقيقة أنا كنت بتمنى أني شوفك جوات السجن، بس حضرت لك نهاية أحلى إليك وللبيبي. أنتوا الاثنين ما رح تفترقوا لأنكم رح تموتوا سوا.
وين إليف؟ ما بعرف، ما لقيتها هون. قلت لي ما بتعرف مو هيك؟ لك يعني لسه عم تكذب على أبوك؟ يلا قل لي وين هذيك البنت، وين مخبيها؟ قلت لك ما بعرف، إليف رايحة من هون. قلت لي رايحة مو هيك؟ أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين. البارحة خسرت تركيا الأستاذ جلال بعد تفجير سيارته أمام جامعة اسطنبول المركزية ولاقى حتفه على الفور. كل تركيا تبكي على الأستاذ جلال، ولكن مع الأسف لم يتم القبض على المجرمة. ساعدوني! دخيلكم! حدا يطلعني من هون! ساعدوني! في حدا عم يسمعني! ساعدوني! ما في حدا هون! هالبلد بسنة 1453 بلش فيه الصلاة والوضوء، ونحن رح ننهيه. طيب إذا الشعب عارض هالشي، كيف هالرجال رح يستلم هالمركز؟